أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي في مساكن. شكرا شكرا شكرا، مرحبا بكم في حصتكم أولادنا تحت جناحنا في عدد جديد. ولادنا تحت جناحنا حصة موجهة للأولياء باش يربي ولادهم بالطريقة السليمة وباش تلفت الانتباه نتاعهم في بعض الأشياء اللي ممكن أنها تساهم في تربية النشأ بالطريقة السليمة. اليوم موضوع مهم مهم، ولادنا يروحوا يقراوا حقيقة، ولكن واش يسرى خارج الدراسة؟ كاين نشاطات شبه مدرسية، يعني سي دي زاكتيفيتي باراسكولار. ولدي يروح يدير سبور، يروح يدير المسرح، يروح يدير يتعلم اي رياضه، يتعلم يحب يدير حاجه، يدير لا دونس، يدير حاجه. حبينا نتكلموا على هاد لي زاكتيفيتي هادو كيفاش يكونوا، واش هو الوقت نتاعهم اللي يكونوا، هل ترى يكونوا في المدرسه، يكونوا خارج المدرسه. مع اخصائيين اليوم راح نتكلموا معايا الاستاذه حريش امينه اخصائيه اجتماعيه في شؤون الاسره والطفل. مرحبا بك، مرحبا بك استاذه، شرفتينا شرفتينا. شكرا. شرفتينا. شكرا يا الله يخليك. معي كذلك ضيفي الدائم استاذ لابري نور الدين، مرحبا بك، مرحبا بك شرفتنا. 39 سنه في سلك التربيه والتعليم. مرحبا بك استاذ، مرحبا بك. شكرا. تفضل تفضل تفضل. معنا كذلك تجربه حيه، شاب حارزي انيس، مرحبا بك انيس، مرحبا بك. تفضل. واش راك انيس؟ مرحبا بك. تفضل تفضل، شرفتنا. في كل حصه نستضيفوا طفل ولا طفله باش يدير الواجبات المدرسيه نتاعو في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا عماد، تعال عماد. اروح وليدي تعال. واش راك عماد؟ بس لاباس وليدي؟ الحمد لله. شحال في عمرك عماد؟ 10 سنوات. 10 سنوات، الله يبارك. واش مسنة تدرس عماد؟ 5 ابتدائي. 5، شاطر انت في الدراسه. واش شحال جبت معدل؟ 8.10. صفقوا عليه صفقوا عليه. جميل 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 جميل. قول لي عماد، انت في الواجبات المدرسيه تاعك حتى يقول لك روح تقرا ولا منظمهم ومنظم وقتك وكامل؟ منظم وقتي وكي لما يقول لك روح تقرا على بالك وقتاش لازم تقرا، على بالك تحضر الامتحانات وكامل، يساعدوك الاهل تاعك يماك وباباك يساعدوك في الواجبات نتاعك وكامل كي تكون تقرا هكذا، يخلوك تقرا وحدك ولا يجيو يراقبوك هكذا يشوفوك واش راك دير وكامل؟ يجيو يراقبوك. يراقبوك ها؟ هيا برافو، دونك روح دير الواجبات المدرسيه تاعك. انتم كذلك يا اطفال هذا هو الوقت اللي تحضروا فيه الواجبات المدرسيه نتاعكم باش تنجحوا. مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم. ولادنا تحت جناحنا حصة تساهم ولو بقدر بسيط في تحسيس الأولياء لبعض الأشياء اللي تساعد تربية الطفل. الطفل حقيقة يروح للمدرسة، ولكن المدرسة ليست كل شيء، هي العائلة المدرسة. كاين بعض النشاطات اللي نسميها شبه المدرسية ولا ليزاكتيفيتي باراسكولار. هذه ليزاكتيفيتي باراسكولار أنا نسميهم هكذا لأنهم ممكن يكونوا في المدرسة، يعني هما مكملين للدراسة، ممكن يكونوا في المدرسة بعد أوقات الدراسة ولا يكونوا برا ولا يكونوا برا. حبينا نتكلموا عليهم اليوم، وش هو مكانتهم في تربية الطفل، وكيفاش لازم يكونوا هاد الأكتيفيتي؟ هل ترى لازم نرد بالي؟ هل ترى نمركي وليدي وين جات؟ هل ترى نشوف وليدي وش يحب ولا نشوف أنا وش نحب؟ بمرات كاين الأولياء اللي هو يحب مثلا الفوتبول، يحب كرة القدم، يقول وليدي لازم تلعب كرة القدم، وليدي حاب يروح للسباحة مثلا. ممكن نتكلموا على هذا الشيء، وعندنا كذلك تجربة حية اليوم معايا أستاذة حريش أمينة. ماذا بيا نتكلموا على الجانب الاجتماعي، يعني هو فاسون ممكن الناس تقول لك مثلا لو سبور ايت ان فينومين سوسيال، دونك هاد النشاطات الشبه المدرسيه عندها علاقه وطيده مع المجتمع ومع الاجتماع. حبيت لو كان تكلمي على الجانب الاجتماعي تاع هاد النشاطات شبه المدرسيه هذه. شكرا يزيد، سعيده بتواجدي في هذا الفضاء الذي يعني بالطفوله،
بكل ما يهمهم من ميولهم من رغباتهم، كذلك والرياضة باعتبارها من أهم الميولات اللي يميلوا ليها البنات والذكور، يعني الجنسين معا. نقولوا أنه عندما نتكلم عن الطفل نتكلم عن النشاط، نتكلم عن القدرة، نتكلم عن الحيوية. هذا الطفل يختلف طفل من طفل حسب ليبر اكتيفيتي، معناها حسب نسبة النشاط. كاين أطفال اللي عندهم فرط نشاط كبير، هذاك تسيبه يروح للرياضة، الآخر يروح للفن، يروح للمسرح، يروح للغرناطية عند أستاذ لابريف عند قليعة ما شاء الله. يزيد كاين الخطأ الشائع أنه الأولياء ما يعرفوش أنه كاين فروق نفسية لهذ الأبناء. يعني حتى الطفل الصغير في شخصيته عنده اعتقادات ورغبات وميولات وتختلف عن الآخر، تختلف على أخوه، تختلف على باباه. وإحنا لازم نستثمره ونركزه على الطفل اللي عنده، نبدأه باللي عنده فرط النشاط ليبر اكتيفيتي. هذا الطفل عندما يلاحظوا الأولياء أنه الإبن تاعه منذ سنتين أو منذ أن يبدأ يحبو، هذا الطفل عنده قدرة زائدة، يجري يعيط يحضر. إحنا وش يديرو؟ إحنا للأسف الشديد كاين أولياء يربطوا أولادهم، انا يعني راني نسمع بليك انا نقولهم هذا ارهاب ضد الاطفال. يقول لك وليدي قبيح نربطو، اول حاجه راح تاثر على نفسيته، راح تاثر حتى على قدراته في الكلام، راح يحس بلي الناس تكرهه اكيد ما يحبوه، يقدر يولي غير متوازن وما يتواصلش. ويقدر حتى قدرته على الكلام راح يقدر يصاب بالتأتأة. هذا نقولوا اللي يتعاملوا مع يعني كره المجتمع، كره كل شيء، ننشئ مجرم. أنا الطفل عندما نربطه ونعنفه منذ الطفولة وعليه باسكو وليدي خفيف، يقول لك لا لا أستاذة وليدي خفيف ويجري. هذا الطفل خفيف ويجري، خمم كيفاش نبدأ قبل التمدرس، نصنفوها يعني هذه النشاطات قبل التمدرس وبعد التمدرس، والأستاذ الفاضل يحكي بالتفصيل على التمدرس. قلنا أنه الطفل اللي قبل التمدرس نشوف ميوله، نشوف وش يحب، يحب الرسم، يحب الفن، يحب المسرح، يحب الرقص الكلاسيكي، يحب يعني الوالد معليه اللي يوجه ويشوف الطفل تاعو وش يحب، وراح يحسوا باللي الطفل لما يدير هاد النشاط هذا راح يحس تغير فيه. هذه احنا نشوفوا انه نقدر ننتبه انه الابن تاعي عنده صوت جميل، بالضبط يعني بحة جميله، او الاستاذه ويعرف هو يعني قائد فريق ان جروب أندلسي شائع عندنا، تحية لهم الغرناطية. قلت أنه نشوف بلي هذا الإبن التاعي عنده مهارات، أنه يقدر يكون فنان، يحب يرسم، يعرف يلعب كرة القدم. بالضبط أنا نستثمر في هذه، نخير الوقت إذا كان صغير، نخير الوقت اللي يتناسب مع سنه. مثلا لازم له وقت الراحة، لازم وقت النوم، كفاية النوم، وقت اللعب، وقت اللعب. ما نديروش فقط نخليه يلعب كرة القدم نهار كومبلي. بالضبط. ونعرف باللي الطفل راح يدير انرجي، معناها نسبة السكر راح يحرق كبيرة. بزاف ما نخليش حتى يدير ديزيبو غليسيمي عفوا ولا يتعب. نختار الوقت المناسب، الرياضة المناسبة، نروحوا للتمدرس. التمدرس تكلمنا على الأسرة اللي هي أول مؤسسة تنشئة اجتماعية. بالضبط. إحنا مؤسسة تنشئة اجتماعية نبدأ بالأسرة. أنا هدرنا الأسرة، الطفل كراهو في أحضان الأسرة فقط. نروحوا للمدرسة، هي ثاني مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية. المعلم لو المعلم يقوم بالدور التربوي مثل ما يقوم بالدور التعليمي، وتحية لكل أساتذة والمعلمين، لكن احنا دائما الأخصائيين نقول لهم ركزوا على الدور التربوي. انت معلم لازم تشوف هذاك لونفون بكري، كي كان الأستاذ لابري وكانوا الأساتذة كما ذكرنا يعرف حتى ميول هذاك الطفل. بالضبط. يصبح والد ليه، تصبح أم، لازم انت تشوف هذاك الابن. إذا شفت باللي عنده مهارات تتصل بالوالد، التنسيق بين الأسرة والمدرسة، اتصل بالوالدين تاعو قل لهم الابن تاعكم راهو عنده مهارة معينة، مهارة في الرسم، نادي الرسم. كذلك وبالمقابل لازم المنظومة التربوية راهي فيها، احنا ما ننكروش هذا، في منظومتنا التربوية هنالك نشاطات تسمى بالصفوف او نشاطات وش يعيطوا لها استاذ، ثقافية رياضية، نوادي ثقافية. لكن يزيد هذه النشاطات تتطلب دائما تفعيل، وتتطلب تحيين، وتتطلب وقت أكثر وحجم ساعي أكثر، لأن هذا الإبن قدراته الذهنية لازم تحتاج بالمقابل إلى تفريغ. إذا الطفل يقعد من 8 للربعة وهو فقط في حجم يعني في مواد كبيرة جدا وفي حجم ساعي كبير، يقعد قاعد غير يقرأ قدراته الذهنية، يقعد كما نقولوا إحنا يستغلها فقط في الدراسة، بالمقابل
عنده قدرات فيزيولوجية، عنده مهارات فيزيولوجية، لهذا أبنائنا كيخرجوا من المدرسة يخرجوا كل اللي خرجوا من السجن. بالضبط. يعني بالضبط. تشوف هذيك الخرجة تاعهم هو يدخل باب المدرسة. شكرا أبنائي، وهما يجروا. ومن بعد نزيدوا نشوفوا أنه هذا الأبناء اللي عنده أم عاملة راهو عنده حرمان عاطفي، ويعني ولادنا يسمحونا كل أم عاملة راهي تقصر. صعب صعب. أنا مقصرين في حق ولادنا. صعب صعب. يزيد يروح للبيت هذيك الأم ما تفهمش بلي الحرمان العاطفي وهذاك الضغط تاع الدراسة نهار كومبلي راح يخليه أجيتي في الدار. بالضبط. يولي أغريسيف. هي واش تروح تدير؟ تولي يا تضربه يا تعاقبه. معناها شوف هذا الابن الضحية يروح من المدرسة محبوس نهار كومبلي، يزيد يروح للدار تقول له سكت باباك راهو مع التلفزيون، جاي باباه تعبان من لا سيركولاسيون، يما تعيانة من الخدمة، يولي ضحية. احنا نقولوا انه ضروري نهتم بهذه النشاطات لانها تنمي القدرات والمهارات لدى الطفل. يعني الطفل اللي يمارس رياضة او يمارس موسيقى رايح تنمى قدراته. احنا يقول لك لا لا نضيع وقت وليدي. ماكش تضيع وقت وليدك يا اخي. بالعكس بالعكس، يعني الطفل اللي يمارس نشاط راح نبان نشوف مع السلابرين النتائج نتاعهم بعد راح ياكدنا هذا الشيء. المدرسي عالي يا زيد، وهذيك الفتره رايح يسترجع فيها، هي فتره استرجاع، لانه يقرا يقرا ومن بعد يحبس يلعب يعاود يولي يقرا بطاقه جديده وبنفس جديد، وراح يكون متميز. وهذيك المكبوتات، لانه العديد من الاطفال عندهم مكبوتات. احنا يقول لك لا لا، وعلى الطفل الصغير وين عنده كبت؟ يقدر طفل صغير شاف مشاكل بين والديه، الاستاذ تاعو زقع عليه، عاش فتره صعبه. بهذيك النشاطات اللي يحبها واللي اللي تتناسب مع ميوله نزيد نقول قدرة تكون علاج، يعني لاي صدمه ولا لاي في الجانب النفسي حقيقه. اذا في الطب النفسي وفي العلاج النفسي نستعمل هذه الطريقه، اني نعطي للطفل، نعطي له يرسم، نعطي له يعبر حتى عما يشعر به عن طريق الرسم، نشوفوا ونستثمروا في ميولاته في قدراته. إذا نقول أنها جد هامة للجانب جميل النفسي جميل، كذلك للتحصيل المدرسي. وإن شاء الله يا ربي كل أولادنا يمارسوا الرياضة والموسيقى. إن شاء الله إن شاء الله. الله يجزيك. شكرا شكرا أستاذة. إذا الأولياء، حبيت برك نوضح شيء، دور الشباب موجودة في كل ولاية في كل القرى، في كاين مراكز ثقافية، كاين ماذا بينا يتقربوا دور الشباب دور الثقافة وكامل كاين في معظم المدن. يحب ذلك كان يكون اتصال كذلك مع المدارس كامل وين يجيبوا الأطفال. أنا نظن بلي هذا النشاط هذا موجود، ولكن احنا رانا هنا باش نقولهم يزيدوا يكثروا منه، لأني لما رحت أنا لدور الشباب ودور الثقافة وكامل في زيارات وكامل نشوف بلي كاين مدارس يجوا يجيبوا الأطفال يديروا الرسم يديروا يديروا حتى الارتيزانة يديروا الارتيزانة يديروا الرياضة يديروا، يعني جميل. ولكن جميل أنه الأولياء يتقربوا من هذه النوادي الرياضية، من هذا دور الشباب، دور الثقافة كذلك. نعم. لاكتشاف مواهب أولادهم وكذلك أطفالهم، راح يلاحظوا باللي راح يكون أكثر قابلية للتعلم. جستما هنا نوصل عندك أستاذ لابري نوردين، من خلال تجربتك 39 سنة في سلك التربية والتعليم، لابد انك لاحظت باللي كاين فرق بين الطفل اللي يمارس الرياضه خارج المدرسه واللي ما يمارس الرياضه، الطفل اللي يدير المسرح اللي ما يديرش المسرح، اللي يدير الموسيقى ولا يدير الرقص الكلاسيكي ولا يدير اي نشاط شبه مدرسي خاصه خارج المدرسه، لانه من بعد نرجعوا النشاطات اللي تمارس داخل المدرسه. هل لاحظتم باللي كاين فرق بين هالطفل؟ يعني كيفاش يكون الطفل اللي عنده نشاط شبه مدرسي والطفل اللي ما عندوش، يعني يروح من الدار للمدرسه من المدرسه للدار، كيفاش يكون؟ تفضل استاذ. شكرا استاذ يزيد للاجابه على السؤالية. في الحقيقه الدكتوره حيرس منى لقد اجابت عن هذا السؤال. احنا حبينا التاكيد. نعم نعم. انا ساجيب بطريقه اخرى، بطريقه ربما ملموسه، يعني بالضبط في الميدان كيفاش عشتها. بالضبط. نعم. شوف حبيت برك نقول، انا دائما ندير مقدمه تاع ولو 10 ثواني، بان التربيه يدخل فيها علم التربيه لا بيداغوجي، يدخل فيها علم النفس، ويدخل فيها حتى علم الاجتماع. بالضبط. هذه كلها علوم تصب نحو التربيه، هذا من جهه. من جهه اخرى اثبتت كل الدراسات في العالم وعندنا في الجزائر بطبيعه الحال
بأن التلميذ الذي يقوم بنشاطات خارج يعني ثقافية فنية رياضية منذ الصغر يعني منذ الابتدائي وحتى للثانوي يكون طفل أكثر قابلية للتعلم ولاكتساب المعارف وحتى في التربية نتاعه وأخلاقه وكذلك حتى من الناحية الاتزان النفسي مش عارف هذه العبارة إذا كانت موجودة يعني الكيليبر الكيليبر بسيكولوجي يعني يكون متزن والنشاط تاعو نعم قلت نعم والنشاط يعني بطبيعة الحال النشاط سيبو نعم نشاط وحتى من حتى من الناحية الصحية بالضبط الصحية الذهنية الفكرية والصحية الجسدية هذا ثابت وفي كل المنظومات التربوية في كل المنظومات التربوية يؤكد المهتمون بالتربية على هذا الجانب يعني يؤكدون عليه باستمرار باستمرار وبالتالي ففي منظومتنا التربوية على غرار المنظومات الأخرى هذا النشاط الثقافي مقنن يعني داخل في في التشريع المدرسي يعني داخل في يعني في ما يجب أن يقوم به المعلم والمدير والأسرة التربوية وفيه برنامج يعني فيه برنامج وفيه رقابة حتى رقابة إلا أنه أن هذا النشاط يعني خارج المدرسي أو مكمل يسميوها المكمل للمدرسة العمل المدرسي نشاط تكميلي هو يعني. تكميلي وأنت تفضلت في البداية وكنت محق فيما قلت هناك نشاط يقوم به التلميذ داخل المدرسة بالضبط بالضبط ولكن هذا لا يكفي هذا لا يكفي لأن المدرسة لا تتوفر على كل إمكانيات وعلى كل وسائل هذه النقطة المهمة نعم والأهم نعم لأنه مش ممكن أنا نظن المدرسة الطفل بطبيعته مثلا أنا لاحظتها في الدول الغربية وكامل الطفل كي يقول يما هو باباه عندنا نشاط في المدرسة بعد أوقات الدراسة يعني مرتاحين مرتاحين يعني المدرسة نعم. يعني جميل لأن المدرسة مكان آمن آمن مكان نرتاحوا له أنكادري مؤطر موجه المشكل لاحظت بلي في المدرسة تاعنا ما كانش نشاط بعد أوقات الدراسة العالم كله خاصة الدول الغربية عندهم نشاط بعد عندهم فريق المدرسة عندهم نشاط موسيقي عندهم في المدرسة احنا في الـ في الـ في الـ في المتوسط والثانوي يعني عندهم يعني إمكانيات أكثر يعني فيه إمكانيات أكثر ويعني فيه في حقيقة يعني فيه نوادي أنا شفت مجموعات صوتية يحضروا حفلات يحضروا جميل جميل جدا فيه حتى في الابتدائي كان اجتهاد كان اجتهاد مربيين نشهد له أنا يا رحت لعدة ابتدائيات وين تسيب المعلمة وقفة دي المجموعة الصوتية تحضر 16 أفريل تحضر أول نوفمبر تحضر أغاني وكذا والأطفال قاعد لابسين مليح قاعد هذه هما النشاطات شبه المدرسية اللي راح تنمي في الطفل حبه للدراسة كاين كذلك في البرامج التربوية وأنا أنصح زميلاتي المعلمات وزملائي المعلمين بهذا لم يطلبش إمكانيات كبيرة ولكن نشاط مهم جدا ألا وهو الخرجات أو الرحلات الثقافية الفنية الهادفة بالضبط هذا موضوع آخر راح نطرق له جتني في صميم الموضوع لأنه الرحلات المدرسية شيء مهم جدا الهادفة جدا التربوية جدا نعم. يعني تلمو هذا الموضوع هذا إن شاء الله سمتي أكور يعني موضوع مهم جدا خصصنا له حلقة وحده نعم. راح نتكلموا عليها وتكون معنا إن شاء الله إن شاء الله ونتكلموا على الطفل هذا كيفاش بعد الرحلة المدرسية كيفاش يكون وبعد نتكلموا كذا على الجانب الاجتماعي كيفاش اختيار الرحلات وكذا المهم والأهم يعني جدي في الصميم يعني إن شاء الله شكرا كاين كذلك النشاط اللي هو خارج المدرسة خارج المدرسة مع النوادي مع نعم في جمعيات بالضبط. وحتى في نوادي وحتى في مراكز ثقافية ولا دور ثقافة نعم مراكز ثقافية وحتى في مدارس متخصصة بالضبط. وين يمارس يعني الكونسيرفاتوار ولا حاجة الكونسيرفاتوار بار اكزومبل الكونسيرفاتوار موجود في معظم الولايات وان شاء الله يعمم جميل ولكن المجتمع المدني كذلك لابد ان يلعب دور انا نتكلم لك بديت في البدايه وقلت على التجربه الخاصه تاعنا لتجربه تاع 40 سنه هذه ماشي 39 سنه الله يبارك هذه 40 سنه سيزيد ونحن في جمعيتين تسمى بدار الغرناطيه بمدينه صغيره دائما نقول صغيره من حيث التصغير من حيث الاسم ولكن معليش اللي هي القليعه مدينه القليعه يعني هذه جمعيه الغرناطيه تاسست في 1972 الله يبارك من طرف شباب
مولوع. لا معروف يعني بهذا الفن التقليدي الأصيل، بهذا الفن التقليدي الأصيل، تقليدي كلاسيك سي امبورت. وهي تنشط تطوعا، يعني بالتطوع، حبا في الوطن وحبا في أبنائنا وحبا في هذا التراث، في هذا الكنز التراثي اللي لازم نحافظوا عليه وننشروه ونعلموه لأولادنا، باش نبينوا لهم بلي هذا الوطن الذي تعيشون فيه وطن له تاريخ، له جذور، له أصول، له حضارة، له ثقافة إلى غير ذلك. إذا بالمناسبة اسمح لي سي عطيتني هذه المناسبة، عطيتني هذه الفرصة، لازم نحييهم. والله أنا نائب رئيس في هذه الجمعية، ولكن نحيي الرئيس سي الحاج بوعلام اللي هو ما يخافش لو يسمع فيا شوية، تقدم في السن يعني فات 70 سنة وهو شكراً. وهو من المؤسسين تاع الجمعية في 1972. الله يبارك. أنا جيت من بعد شوية، جيت في 76 75 أظن 75 دخلت وأنا صغير، يعني شاب صغير هكذا، ودخلت مع الجمعية. ونترحم على الأوائل اللي أسوها، منهم مع محيدين بلوطي، الهاشمي السعودي، الشيخ سليمان عناني المثقف الكبير، ربي يرحمهم. كما كما كذلك أحيي الفريق تاع المجلس اللي راهو يسير، منهم جلال الى غير ذلك، والاساتذه المتطوعين، اساتذه في الموسيقى متطوعين من ابناء الغرناطيه، دخلوا في 6 سنين في عمرهم، الان راهم بابنائهم باولادهم، وراهم مازالوا يعلموا في هذا في هذا الموسيقى. جميل جميل جميل. المهم انا المره اللي فاتت كي تكلمتي على الغرناطيه، نعم، حبيت حاجه قلتها لي المره اللي فاتت، حبيت تزيد تاكد عليها اليوم. نعم. كيفاش كنتوا تراقبوا التلاميذ على النتائج المدرسيه تاعهم؟ يعني هذا الشيء مهم. هذا النشاطات شبه المدرسيه جميله، ولكن لازمها يفو با كيل ديتورن، يعني الطفل على شوف على لوبجيكتيف برينسيبال، يعني الهدف وجيه الاساسي اللي هو التعلم. سؤالك واجه. احنا الهدف هو الهدف مروش غير يتعلم لي الموسيقى فحسب، مش هذا الهدف الاساسي. لازم الموسيقى تساعده باش يوصل الاهداف نتاعو، الناس نوع منه ينجح. نعم. ولكن كذلك نعلموه النواحي التربويه، الناحيه التربويه. جميل. كيف يعيش مع المجموعه، يدخل القاء السلام، كيفاش يتكلم بالعقل. نعم. كيفاش يعني. نعم. جميل. يعني اطفالنا كنا نتكلموا في السيفيزم، تكلمنا على السيفيزم، وين الطفل لازم يهضر بالعقل، يسمع الاخر، كيكمل عاد يبدا هو يهضر، يعني ما يقاطعش الناس، ما يعني الطفل تلقائي. نعم. قادر تهضر، قادر يقاطعك، قادر الاخر، ولكن في الجمعيات هادو قادر يتعلم هذا الشيء كله. شوف نعطيك مثالين بسيطين، يعني شوف اطفال مره دينا اطفال صغار الله اعلم ما يفوتوش 12 سنه الى الاردن، مع مدعوين من طرف ملكه الاردن رانيا بنت العبد الله في عمان، وفي ملتقى في الاطفال العرب. شوف هذا الطفل هذا اللي من القليعه وضواحيها يلتقي بملكه لبلد عربي شقيق، وهي تخطب له، ومن بعد ولا يغني لها وهي تسمع له. شوف هذاك اللقاء، هذاك الاحتكاك مع كل اطفال البلدان العربيه. ثانيا جميل. في كل سنه هذه صارت مرتين وراح تزيد صار مره ثالثه بالرباط، كان مهرجان كذلك الطفل العالمي، فكل اطفال العالم يتلقاو تما. نعم. في اكثر من 50 دوله يجيبوا الاطفال ما يفوتوش 14 سنه وندوهم الى الرباط ويروحوا يحتكوا. يعني الطفل كيروح كاش يرجع فيكو. نعم. هذا شوف يعني الفائده من 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 هذه النشاطات اكيد فائده خارج المدرسه. اذا نرجع لسؤالك وبيت القصيد، فكيف لا يكون هذا الطفل ايبانوي، يعني متفتح، عنده قابليه، عنده نشاط نفسي فكري وجسدي، يشوف العالم كله ورود، يقبل على دروسه، يشوف العالم كله ورود، يعني نعم نعم نعم، يدي الطاقه الايجابيه، تلقاه موتيفي، تلقاه عنده الاقبال على الدروس نتاعو. وحنا في الجمعيه باش ناخذ هذا المثال، حتى في المدرسه كنا نديروه، يعني التلاميذ اللي ينشطوا ويشاركوا في هذه النوادي المدرسه، كانت عندنا نوادي، يعني ماشي نوادي مثل الغرب، ولكن كانت فيه نوادي في المسرح، كانت نوادي في الموسيقى، في التمثيل، في الرسم، يعني في عندنا ماده الرسم في المتوسط الثانوي. بالضبط. نعم. ولكن في الابتدائي نقص شويه، نقص يعني نقص بكثره، نقص بكثره. في المتوسط كان استاذ الموسيقى وثانوي، استاذ الموسيقى متخصص، متخصص استاذ حقيقي. بضبط. وكان استاذ الرسم كذلك متخصص ومتكون. بضبط. نعم. اذا هذا وكان استاذ الرياضه البدنيه متكون، يعني نتكلم يعني عن الرياضه البدنيه مهمه، متخصصين يعني هذه عوامل مساعده. لكن في الابتدائي ما عندناش متخصصين. نقص. في الابتدائي انا راجع ان شاء الله نعم. لازم راجع الكفاءه
والمبادره تاع المعلمين والاجتهاد كبير. انا شفت يديروا نشاطات في بعض الابتدائيات والله غير نشاطات كبيره شفناهم مع, مع المدراء ومع كيفاش الاساتذه يوجدوا هذوك التلاميذ هذيك الحفل وهذيك كذا وهذيك كذا حتى يعني اولياء التلاميذ ولاو يساهموا بالضبط لانه يفرح جميل. لما يشوفوا وليده لابس ذاك يعني اللباس ويشوفوا في المنصه ويشوفوا يحضر وكذا جميل جميل. هذا هذا التعاون محمود يعني لاباس به يعني الاطفال حتى طفل مثلا الاطفال اللي يجوا الحصه مع عمو يزيد يعني هذا ثاني نشاط شبه مدرسي نعم يعني يجوا نعم الحصه صحيح. شوفهم معظمهم ما ناموش ما يرقدش يعني متحمس لهذيك الحصة فرحة. رايح نروح عند عمو يزيد للحصة ونلعب مع بوبي ونلعب مع كذا يعني الطفل ومن بعد غدوة من ذاك الأولياء قاع يرسلونا يقولنا أولادنا تبدلوا تغيروا يعني عاش السحر يعني لا ماجي الطفل وي. الطفل الطفل سي لا ماجي يعني الطفل ما يعرف لا حروب ولا أزمات براءة يعرف كل ما هو جميل بالضبط يعرف السحر يعرف يعني يشوف إنسان ما يعرفوش يحب يعنقه يحب يتبسم له يحب يعني هذا الشيء هذا اللي حبينا الأولياء يكونوا على دراية بلي هذه النشاطات هذه مهمة جدا في تربية الطفل دونك لازم يتقربوا بدور دور شباب دور ثقافة المراكز الثقافية الجمعيات الثقافية جميل جميل أنهم يتقربوا منهم باش ولادهم يديروا هذه النشاطات حتى أنت أنهي سي يزيد احنا في الغرناطيه بعد كل فصل يعني بعد اختبارات الفصل التلاميذ واحد بواحد نسالوه عن النتيجه اللي تحصل عليها الصغار قد احنا عندنا من 5 سنين 6 سنين الى 50 سنه الله يبارك اذا نسالوه وكي يجيو الاولياء نتاعهم كذلك نسالوهم عن النتيجه كيفاش هو يقرا كيفاش نعم المسار الدراسي نتاعو وش حال جبت كما تسأل الأطفال هذو لازم احنا نسألوهم واللي عنده تلقى واحد في 50 أو في 80 شوفوا حالة كيفاش تساعدوه نساعدوه بالضبط هذا نساعدوه جميل ولما جميل. تأتي الامتحانات تاع الدخول إلى سنة أولى متوسط أو الأهلية أو البكالوريا نديروا إحصائيات ونلقاو ولله الحمد أكثر من 90% 95 حتى أحيانا 98% من تلاميذ المدرسة وربما في الجمعيات الأخرى نفس الشيء لست أدري نتكلم الشيء اللي نعرفه يتحصلوا على الشهادات وزيد نقول لك لو تروح للقسم العالي لاكلاس سوبيريور هي الكبيرة يعني كذا تلقاهم 100% أقول 100% إطارات وأساتذة ودكاترة وإطارات في, 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 في الإدارة بالضبط أطباء وأطباء وشوف الأستاذ تاعهم مهندس وعندنا كلمتني كنا خارج البلاطو عن محامي واحد بالضبط. من المعلمين تاعهم الأستاذ رضا محامي جميل يعني في المحاماة يعني تلقى عندنا في الطائرات عندنا طيارين يعني في الطيارين يعني حمزة بلوطي راهو يسق من الطيارات يعني جميل جميل ويزيد يعني وحتى البنات يعني حتى البنات عندنا بنات في المستوى هذا يدل على أن الأعمال النشاطات الخارجة عن البرنامج الرسمي كما تفضلت الأستاذة حتى لا أكرر إنها فعلاً تساعد الطفل على التحصيل التعليمي والتربوي وخاصة على الليبان ويسمو شوف نقول لك حاجة ونحبس السياسي شوف أنت لما تقول إحنا ما عندناش ثقافة أو ناقصة ما نقولوش ما عندناش ناقصة ثقافة المسرح الإقبال على المسرح الإقبال كانت عندنا يعني هذا هو المشكلة أنه الجمهور الجزائري يحب المسرح يحب ولكن لأسباب غابت لأسباب غابت شوية أي بدأت ترجع بالعقل للسينماتيك الأمل موجود لا العمل كاين موجود كثير ولكن هذا العمل تاع لاسوسيتي سيفيل المجتمع المدني والمدرسة الجمعيات المتاحف بالضبط احنا ما عندناش ثقافة المتحف بالضبط المتحف مهم ودرك كاين المتحف لكن لما الطيف نعلمه هذه الرحلات المدرسية للمتحف يشوف قيمة المتحف دور المتحف والحب المتحف الفنون التشكيلية مثلا شوف تروح تخرج لبعض الدول تلقى الفنون التشكيلية هذه معرض تاع الفنون التشكيلية الناس تدير عليه لاشين باش تدخل وتخلص وتدفع دراهم باش تروح تشوف احنا ما عندناش يشوف لوحة ما يعطيهاش قيمة يعني غرس حب الجمال بالضبط حب بالضبط الجمال الذي يحيط به من بشر من طبيعة من فنون
من إلى غير هذا. جميل، هذه نتكلموا عليها إن شاء الله بالتفاصيل في الرحلات المدرسية المهمة جدا. شكرا شكرا أستاذ لابري نور الدين. أنيس حريزي، مرحبا بك. مرحبا بك، عرفنا بلي أنت تقرأ ودير رياضة وكامل، حبينا نتكلموا معك شوية ولو لفترة هكذا. شحال في عمرك أنيس؟ 17. 17 سنة، الله يبارك. واش مسنة تدرس أنيس؟ سنة أولى ثانوي. ثانوي، الله يبارك الله يبارك. وأنا تمارس الرياضة خارج المدرسة يعني. كيفاش بديت دير الرياضة؟ بديت صغير، كيفاش بنت لك حتى دير الرياضة؟ وبعد قلنا الرياضة اللي كدير فيها لأنها ماش رياضة عادية يعني. وش هي الرياضة اللي كدير فيها درك يعني؟ تيرا آرك رماية. تيرا آرك يعني رمي الأسهم. إيه؟ نادر هذا عندنا. بالضبط يعني ماهيش يعني سي با كوما وكامل. جميل جميل، كيفاش بديت هاد الرياضة يعني؟ بون في الأيام اللي فاتوا هادو، في العوام اللي فاتوا كنت شغل مبوجي بزاف. كنت دوك الوالدين هما اللي ماركاوك ولا؟ اوكي، علاش ماركاوك في التيرا لارك؟ كنت مبوجي، كنت طوايشي، مبك شغل لا ولا كاين شي يكلميوك. سياسيت قالك علاش كثير تير لارك خاصة؟ على ماشي رياضة أخرى باسكو فيها لا ريسبيراسيون كامل هكذا، لازم تكونسونطري فيها، باسكو يعتمد على التنفس والتركيز. بوق طرح ليا بابا قال لي ودي إذا تدخل في هذا سبور. بابك مختص في الرياضة؟ لا 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 لا، يحب الرياضة. يحب هذا الصوالح. مليح. دخلت. واش من سنة دخلت؟ إيش عندك من عام هكذاك؟ عندي 3 سنين هكذا. 3 سنين بون دخلت هكذا. مع الأول عجبك الحال ولا شو؟ ما عجبنيش. ما عجبكش كاع؟ أنت تبوجي وكامل يعطيوك فليشة تقعد وراك هكذا. عقوبة يعني، كان عقوبة. ومن بعد؟ مع الوقت والف. والفت من بعد؟ والفت من بعد هذاك سبور، لازم شغل تكونسونطري هكدا منا. يا وليت نحبو، والفت وليت نحب ندير سبور، وليت ما نراطيش. بيان بيان. من بعد بابا شاف بلي شغل شغل ردني جونتي هكدا، شغل قلبيت قلبيت يعني ولا هادئ يعني. نشوفو بالضبط يعني باش نشوفو بلي الرياضه اثرت عليك، رجعتك تكلميت شويه، وليت يعني بالك وليت تشوف الاشياء يعني. ما وليتش شغل دوك كيما كنت ندير سبور، شغل كان عندي الفيد ما نلقاش واش ندير، ندير دوايش هكذا منا. من بعد كي دخلت هذا سبور وليت نورمال، شغل وليت جونتي، شغل نلقى وين نفرغ الفيد تاعي في هذاك سبور، روح نونتريني. مليح مليح مليح. وتلقى مع صحابك كامل ونخرجوا نديروا لي كومبيتيسيون هكذا منا، شغل فيها. يزيد إلا سمحت تحية لوالديه. والديه ماذا بيا والدي. جميل 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 جميل. ولا غير قدوة قدوة يعني، تحية ليهم، عرفوا يستثمروا في الطاقة الزائدة اللي في يعني، واختاروا له الرياضة اللي تناسبه يعني. فريمون يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة، لأنه اختيار الرياضة صعب. بالمرات الوالدين يدوك واش يحبوا هما. قال نحب نحب رابح ماجار اللي نحيوه، يقول لك تلعب الرياضة. يحب نور الدين المرسلي، يقول لك تروح دير الاتليتيزم يعني. الشيء هذا للوالدين مهم جدا، انكم تشوفوا ولادكم واش يحبوا والرياضه اللي تليق بهم. يعني ما يمنعكمش هذا الشيء انكم تتصلوا بمختص. مختص قال فوالا انا وليدي هاهم الطاقات نتاعو، شحال طويل، شحال سمين، شحال كذا، واش من رياضه تنصح لي. ومشي ماشي شرط انك مباشره تروح يتخصص في هذيك الرياضه، يجرب 2 ولا 3، ودار الكاراتيه ما عجبوش، دار الفوتبول ما عجبوش، سيف. احنا سي يزيد في الموضوع هذا. تفضل تفضل بسرعه. اسمح لي وليدي، احنا في الغناطيه يجيبوا لنا دراري صغار. احنا في كل دخول موسيقي، دخول مدرسه موسيقي، نمر على بعض المدارس الابتدائيه وندير حمله. جميل. نعرفوهم. نعم. جميل. ويجونا الاولاد الصغار، يجيو كان يدخل يجونا حتى 80 90 واحد في وقت واحد. بعد الغربل. لا ولكن الغربل طبيعي طبيعي طبيعي، ماشي انتوا. شوف يجيو من بعد شهر شهرين تلقى الطفل ما يحبش يجي، ما يبقى في الوالد حجرهم، ما يبقى في الوالد مسكين يجي يقول لك لا ويجيبوا الطفل ماشي باغي. احنا نحكموا نقولوا له لا يا اخي، لا لا خليه، ما يحبش هذه الموسيقى، ما راهوش مديوه بهذه الموسيقى، الرغبه ما عندوش الرغبه في هذه الموسيقى. نقول له مش معناه ان ابنك ناقص، ممكن الرغبه نتاعو راهي في شيء اخر، في نشاط اخر، قد يكون رياضي، قد يكون حاجه اخرى. يقول لك نقول له ما تسيبش عليه، تخليه بكره. هذه تصرنا احنا، ولكن نسعفهم ما يبقاو الا 40 من 80 نص يعني، تقريبا النص. ويسيبوا روحتهم في هذاك، وحنا مهيئين انفسنا، وحنا مهيئين انفسنا، يجونا 70 80 وكذا ونخلوهم، ولكن بعد شهر شهرين. ولكن اللي يبقى يحب
ينجح ويحب. نعم الأذن تاعو قبلت هذاك الشيء واستعد واصل. شكرا شكرا. إذا أنيس نهني والديك على لأنهم اختاروا لك هذه الرياضة هذه، وربي يوفقك إن شاء الله في الدراسة نتاعك ونتكلين عليك. باك أولمبيك هذه سي تان سبور أولمبيك بيان سور بيان سور. احنا نشوفوه إن شاء الله هيك إن شاء الله نشوفوه إن شاء الله في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا يعطيكم الصحة. شكرا شكرا. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وتعرفوا تخيروا لولادكم واش من نشاط شبه مدرسي اللي يمارسوه، رسم رقص موسيقى مسرح، ولكن شوفوا هما واش يحبوا ومشي معليش ممكن انه يجرب نشاط اللي ما عجبوش يروح لنشاط اخر وكامل. نعم. قربوا من دور الثقافة كذلك دور الشباب وكذلك المراكز الثقافية والجمعيات. إذا يعطيكم الصحة. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من أطفال ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان.